وضع الاتحاد الأوروبي علامة على السلع الإسرائيلية التي تنتجها المستوطنات، فثارت حفيظة إسرائيل التي هاجمت دول الاتحاد وألقت عليها بصنوف التهم. نصر جديد حققه الفلسطينيون، وأزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي. اليوم باتت منتجات المستوطنات موسومة وصمة الاحتلال، سترافق منتجات المستوطنات إلى أوروبا ليتعرف المتسوق الأوروبي على مصدر المنتجات التي يشتريها، وليعلم أن مستوطنا في الضفة الغربية أو القدس أنتجها على أرض فلسطينية مغتصبة، وبعدها يتخذ القرار بالامتناع عن الشراء أو تجاهل الأمر. سيشمل القرار بضائع تبلغ قيمتها 50 مليون دولار، ويمثل هذا نحو 5 السلع المنتجة في المستوطنات. أموالكم رصاص هو الشعار الذي رفعته اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل، ونجحت في إيصال رسالتها إلى أوروبا. إسرائيل ردت بعنف. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر أن الاتحاد الأوروبي يمارس النفاق. حكومته قالت إن هذا الإجراء معادل للسامية، فيما اعتبر مسؤولون إسرائيليون أن وضع ملصقات على المنتجات يمثل مقاطعة لإسرائيل ورفضا لما تعتبره حقها في الوجود. وينضم إلينا من لندن الصحفي في جريدة الجارديان البريطانية إيان بلاك. أستاذ إيان، مرحبا بك معنا. إذن ردود فعل جد غاضبة من الجانب الإسرائيلي، والاتحاد الأوروبي يبدو في موقف المدافع عن نفسه بعد القرار وبعد الردود الإسرائيلية. كل هذا يجعلنا نتساءل كيف ستتفاعل هذه الأزمة ومصير علاقات الطرفين بالنهاية. إذن بالحديث عن المستوطنات وقرار وضع الوسم على البضائع التي تنتجها المستوطنات، إنه قرار إذن اتخذه الاتحاد الأوروبي واحتاج ذلك لوقت طويل، وأعتقد أن هناك مخاوف في إسرائيل حول الوضع الراهن، وأعتقد أن هذا القرار يهدف إلى ممارسة الضغوط حول موضوع المستوطنات وبعث برسالة أن الوضع القائم استمر لفترة طويلة، إذا 50 عام، والأمل ليس مستداما على المدى الطويل. أعتقد أن هذه الرسالة هي رسالة رمزية أكثر من أي شيء آخر، لأن الأثر لن يكون كبيرا، ستكون محدودا على المستوى الاقتصادي، لن يكون هناك الكثير من التداعيات، ولكن التداعيات السياسية في هذا الوقت الذي فيه الكثير من الأشخاص في أوروبا يعتقدون بأن احتمال حل الدولتين قد تلاشى، هذا الرسالة السياسية مهمة جدا، وهذا هو السبب الذي دفع بهذه الردود، ردود الفعل القوية التي صدرت نتيجة هذا القرار. ولكن هذه ليست أول مرة، يعني هناك سوابق عندما نتحدث عن بريطانيا بذاتها، بلجيكا، دنمارك تلتزم بالفعل بوضع ملصقات على منتجات المستوطنات، وبالتالي لماذا أخذت قرار الاتحاد الأوروبي كل هذا البعد؟ أعتقد أن الأمر هو أمر تراكمي. إذا الفكرة كانت مطروحة منذ فترة، منذ بضعة سنوات كان هناك قرار مهم جدا مفاده التأثير على، أو كان الإسرائيليون متخوفون منه لأنه سوف يؤثر على العلاقات. هذه المرة الأولى التي يميز فيها الاتحاد الأوروبي بين إسرائيل المعترف بها دوليا والأراضي التي احتلتها منذ العام 1967. إذن لذا يقول الأوروبيون والإسرائيليون أنكم لا يمكنكم أن تتخطوا هذه الحدود، لا يمكنكم أن تستفيدوا
تستفيد من الاتفاقات التجارية التفاضلية مع الاتحاد الأوروبي بالنسبة لهذه السلع التي تنتج في أراض تعتبر محتلة بشكل غير شرعي. إذن هناك تمييز واضح بين أمور باتت ربما غير واضحة وأصبحت غير واضحة على مر السنوات بوجود الوضع القائم الذي لم يعد مستداما. لذا فإن هذا القرار استدعى كل هذه الردود الأفعال، ونحن نرى أن هذا يتزامن، وهذا طبعا ليس مقصودا، هو يتزامن مع تصاعد الأعمال العنف في الأراضي المحتلة وفي الأراضي الإسرائيلية أيضا. وكل ذلك يشير إلى مدى ربما فقدان الأمل والوضع الصعب الرهيب لهذه الحالة، حيث ليس هناك أي تطلعات أي آمال، خاصة مع انعدام أي تفاوض حول تغيير الوضع. بالتالي أنا أرى أن هذا التوقيت وتوقيت هذا القرار الذي يأتي في نفس الوقت الذي نرى فيه تصاعد أعمال العنف وذلك في الأراضي المحتلة والأراضي الإسرائيلية، كل ذلك يجعل الإسرائيليين يشعرون بأن الجميع ربما يتحد ضدهم، ولكن ذلك ليس صحيحا. فالقرار يعود لفترة طويلة، ينظر فيه لفترة طويلة، وكان فقط في طور اتخاذ القرار. ولكن بعد اتخاذ هذا القرار ربما شهدنا الأزمة، ردود الفعل الإسرائيلية الغاضبة، التهديد بوقف الحوار الاستراتيجي مع الاتحاد الأوروبي وإلى ما إلى ذلك. بالنهاية، هل ستخضع أوروبا للضغوط الإسرائيلية ما بعد اتخاذ القرار؟ ومن بحاجة من؟ لا أعتقد أن هذه التهديدات يجب أن تؤخذ على محمل الجد. فإسرائيل لديها علاقات طيبة مع الاتحاد الأوروبي، تستفيد بالطبع من خلالها من اتفاقات تجارية تحصل فيها على وضع مميز، ولكن هذا القرار ليس قرارا يهدف للمقاطعة. البعض يقول ذلك وينتقد الأمر ويقول أن ذلك ربما يقاطع أو يهدف للمقاطعة ضد إسرائيل، ولكن هذا ليس صحيحا. القرار الأوروبي فقط يعطي معلومات إضافية للمستهلك، ولكنه لا يمنع استيراد أي سلع من كان ذلك من المستوطنات أو من أراض أخرى. بالتالي فإن هذا القرار قرار محدود بتبعاته وتداعياته، وهو فقط يبعث برسالة أو مؤشر لأصل هذه البضائع، ولكن الإسرائيليين ينزعجوا من هذا الموضوع لأنهم يعتبرون أن هذا القرار يأتي في إطار بداية حملة مقاطعة ضد إسرائيل. وطبعا هذه الحجة ربما التي قد تقول أنه ولو في إطار هذه القرارات التي تتخذ حاليا ربما تتصاعد هذه القرارات لاحقا، ولكن يجب أن نقول أن الوضع القائم للاحتلال، لانعدام المفاوضات، لانعدام أي آفاق بإجراء مفاوضات غير مستدام على المدى الطويل. طبعا إسرائيل تريد أن تقول، وهي تقول ذلك، أنها ليست وحدها المسؤول عن هذا الوضع، وطبعا هناك مشاكل على أو لدى الطرف الإسرائيلي، هناك ضعف في القيادة، هناك ربما انقسام وشلخ كبير بين قيادة السلطة الفلسطينية وحماس في غزة، ولكن طبعا فلسطين في هذا الوضع هي الحلقة، هي الأضعف، إسرائيل هي الأقوى، وهي ترى أن ربما هذه القرارات تشكل بداية لقرارات أصعب وأقوى لاحقا، ولكن تداعياتها محدودة.
طيب هذه نقطة جد مهمة، يعني هذا التخوف الإسرائيلي لا يمكن وصفه بأنه في محله، يعني كانت هناك حملة اعتراف بالدولة الفلسطينية في عدد من دول الاتحاد الأوروبي وبرلمانات دول الاتحاد الأوروبي، الآن نشهد هذا القرار على منتجات المستوطنات، وبالتالي ألا يمكن اعتباره خاصة وأن الجانب الفلسطيني يعتبره إيجابي بداية لتصحيح المسار أو إعادة النظر في الموقف الأوروبي من القضية الفلسطينية الإسرائيلية؟ أعتقد أن القرار يشير إلى أن هناك وعي متزايد في الاتحاد الأوروبي حول About the Israel-Palestine conflict. هذا النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ولكن في الوقت يعني هذا القرار لا يحقق الكثير. أكرر وأقول أن من يدعم القضية الفلسطينية ينتقدون القرار ويقولون أنه مجرد قرار رمزي، نريد أن نرى أكثر من ذلك. طبعا هناك أيضا حكومات أوروبية تفهم التغير على مستوى الرأي العام، ولكنها أيضا تفهم علاقاتها الثنائية مع إسرائيل ومع الاتحاد الأوروبي بشكل عام. بالتالي أنا أرى أن هناك دائما شبح الماضي الذي يخيم على هذه العلاقات، خاصة في ألمانيا دائما يشعرون بالتخوف حيال ربما أن يحاولون أن لا يقوموا بأمور قد تبدو أعمال تمييزية ضد إسرائيل بسبب ما حصل في الماضي. ومن الجهة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو دائما يستغل هذه الورقة بطريقة طبعا كبيرة، ويحاول أن يقول أنها ربما شبيهة لحملة المقاطعة النازية ضد اليهود في الماضي، والكثير يقومون بهذا التشبيه الذي هو طبعا مغلوط، ويحاولون أن يحققوا نقطة سياسية لتمرير أجندتهم. طبعا هناك تعاطف مع القضية الفلسطينية من خلال هذا القرار، هناك تعبير على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر، وخاصة في ظل تفاقم الأوضاع الأمنية مع أعمال العنف، وطبعا انعدام أي تفاوضات والحاجة لهذه التفاوضات من أجل إنهاء هذا الوضع. نعم. شكرا جزيلا لك. للأسف انتهى وقتي. من لندن، الصحفي في جريدة الغارديان البريطانية إيان بلاك.